بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهارده ان شاء الله عندنا موضوعين مهمين. الموضوعين دول انا ما بحبهمش للاسف، يعني موضوع اول حاجه موضوع الحذف، والتاني اللي هو موضوع البيع باكتر من وحده. تمام. اول حاجه موضوع الحذف. موضوع الحذف هو انك تعمل فاتوره وبعدين تحذف. طبعا بيبان خطوره الموضوع ان انت ممكن تعمل فاتوره شراء مثلا، وبعدين تعمل عمليات بيع وعمليات مرتجعة وحاجات زي كده، وبعدين تخش على خطوط الشراء تحذف. طيب دلوقتي ظهر عندك رصيد بالسالب، اوكي، العميل مسؤول عن عملياته وكل حاجة، بس برضك بيرجع عليك في الاخر. فعادة انا ما بحبش موضوع الحذف ده نهائي. طيب انا عملت فاتورة شراء بالغلط، بعمل مرتجع فاتورة شراء، تصحيحي ليه؟ تمام. عملت ضفت عميل بالغلط، اما بعدل اسمه او بوقفه، بحط زر مثلا موقوف، اوقف الحساب. عادة هو ده ما عليه العمل في كل برامج الحسابات، ان مفيش حاجة اسمها عملية حذف. عملية الحذف عملية خطيرة جدا، بس احنا هنشرحها برضك من باب ان ما يبقاش في حاجة فايتانا ان شاء الله. لكن نصيحتي انا عشان كده هاخد نسخة من البرنامج واشتغل عليها، يعني انا مش النسخة النهائية للبرنامج مش هيكون فيها موضوع زر الحذف وموضوع المعاملة بوحدتين. نصيحتي ما نستعملش موضوع الحذف ده إلا في أضيق أضيق الحدود، حتى لو عملته بصلاحية. يعني إنك تعمل مثلا المدير بس اللي يحذف، يرجع لك المدير بعدين يقول لك لا اتحذفت والله لوحدها، اتحذفت من غير ما أقصد، حذفت رجعها لي، إزاي أرجعها لك بعد ما اتحذفت؟ يعني من باب خبرتي بس في السنين اللي فاتت دي كلها، بلاش عملية الحذف. يعني مش عايزكم تتعبوا التعب اللي إحنا تعبناه مع الناس، لأن في النهاية بيرجع عليك يقول لك لا، طب بالله حاول، طب وبعد ما تعملها يقول لك لا الغيها تاني، الغي اللي عملية الحذف. فمن باب أولى أنا بعرفكم الأول إن إحنا نحاول في أضيق الحدود نستخدم عمليات الحذف. زي ما قلنا البديل بتاعها إنك عملت عملية أو قيد، تعمل القيد عكس أو عملية عكسية، أو تعمل اختيار بحيث إن العميل ده مفعل والعميل ده مش مفعل، بس خلاص ما دام العميل سجل بياناته خلاص. لانك فرضا ضفت، يعني بالذات في العمل بيبقى الموضوع اكتر مشاكل، لان ممكن في تضيف عميل وتضيف فواتير شراء وفواتير بيع وسندات وحاجات، تيجي تحذف العميل كل الكلام ده بيتحذف. تمام. في عندنا واحنا بنعمل العلاقات برضك في نوع العلاقه انك تعملها عدم تتالي الحذف، عشان بس ممكن حد يشوف ديت يقول ان احنا ما اتكلمناش عليه، اللي هي عدم تتالي الحذف. يعني عدم تدليل الحذف معنى انك تشيل عدم تدليل الحذف، تشيل عدم صح، اوكي، انت هتحذف رقم الحساب هيتحذف، لكن هيبقى عندك حركات في العملاء بدون حساب مورد، بدون حساب اسم حساب وبيانات حساب، فهتبقى شكلها بايخ جدا في البرنامج، وبرضك هتخش في بعضها. تمام. تدليل التحديث ده معناها مثلا انا كودت سيد بدران برقم 100 مثلا، تمام، وسبب ما من الاسباب محتاج ان انا اخلي رقم سيد بدران 1000. سيد بدران له رقم حساب انا بكوده له، وكذلك حصلت عمليات كتير على الحساب بتاعه. لو انا رحت في جدول الاساسي بتاع الحساب اللي هو الملاك مثلا، وعدلت سيد بدران خليته 1000، هتيجي تبص تلاقي كل الحسابات اللي اتعملت قبل كده وانت ضفتها له على انه 100 اتحولت بقت 1000. تمام. ده بالنسبه لتتالي عمليات التحديث والحسب. طيب خلينا بشكل مباشر كده نخش على طول على اي حدث من الحدث اللي عندنا، ونبدأ نعمل مثلا خلينا نقول سنة قبل، نعمل زر الحذف. هنجيب زر عادي ونحطه هنا مثلا وهنسميه حذف. نسميه ونحطه رمز وكل حاجة. ممكن نعمله صلاحية في المستخدمين، يعني اللي حابب أو مصر يعمل صلاحية في المستخدم. طيب كود الحذف هو كود بسيط جدا، يعني هو كود واحد سطر واحد هو اللي بيعمل عملية الحذف. الكود دو سوميت، ران، كومنت أول واحدة، مسافة A C C M D ديليت، هتلاقيها آخر واحدة فيهم، ديليت ريكورد.
ديليت ريكورد كده، ده الكود بتاع الحذف. الكود صغير خالص لكنه مؤذي جدا. يعني مثلا عندنا العمليه رقم 3 اهي، لو انا عملت له حذف، ناخد بالنا الحركه رقم 3 اتحذفت، الحركه رقم 3 وجاب لي اهو 2، بعدها تبدا 3 1 جديد. طيب بالشكل ده لو عملت كود الحذف هيكون في عندي اشكاليه كبيره، هو ان البرنامج هيحذف، بيحذف بشكل مباشر بالضغط حذف. ممكن يقول لك مثلا انا ما يعني خدتش بالي، حذف من غير ما اخد بالي، ضغطت انتر بس كده من غير ما اخد بالي، راح جاي على زر الحذف وراح حاذف. لا، خلينا نحط جوه رساله ان هو عمليه تاكيد لعمليه الحذف، تمام؟ فانا لما هاجي اعمل انتر هتظهر لي رساله، هل انت متاكد مثلا من عمليه الحذف؟ لو كان اجابتي نعم يحذف، اجابتي لا ما يحذف. طيب ده هنعملها ازاي؟ ده شكل من انواع الرسائل الجديد، خلينا ايه نتدرب عليه برضه. ام اس جي تمام بتساوي، وده الحته اللي نكتب فيها المسج، وهنا ستايل بيساوي في بي يس نو تمام. ناخد بالنا ان هو بيحول الحروف احيانا لكابيتال، يبقى كده معنى كده ان احنا شغالين مظبوط. التايتل بتاع الرساله هيكون كذا، ده اللي هنكتب فيها التايتل، تمام؟ طيب بعد كده نتيجه الرساله هتتسجل معانا في حقل هنسميه مثلا وليكن ريسايت. بيساوي مسج بوبس، نفتح قوس ام اس جي فاصله اللي هو ستايل فاصله تايتل. نقفل القوس، تمام. ما دام حول حروف كابيتال كده يبقى الدنيا مظبوطه، تمام. بعد كده نعمل معادله اف اللي هتبين بقى، اللي هتفرز هو هنا لغايه دلوقتي هيسجل لي الاختيار بتاعي يس او نو في المكان ده. فخلينا ايه نعمل اختبار ليه. هنقول اف لو النتيجه لو ساوت في بي يس يس زين ايلز اند اف. طيب لو ساوت لو ساوت يس يعمل عملية الحذف. طيب والا يظهر لي رسالة يقول فيها مثلا ان هو لا يستطيع الحذف او حاجه زي كده. طيب خلينا نشوف الرساله دي هنعملها ازاي. خلينا نعمل نص رساله يعني بسيط شويه. ام اس جي بوكس، نفتح قوس، لا مش القوس ده، طب بيش هتبقى هنا نص الرساله، وهنا نختار الفي بي information information تمام. دي برضك نحط التايتل بتاعها. نكتب بقى الكلمات اللي هتتكتب هنا. أول حاجة هنقول هل أنت متأكد من عملية الحذف، هنا هنقول تأكيد، ونقول تم الإلغاء، وهنا العنوان بتاعها ترابط.
تمام، خلينا نشوف اللي احنا عملناه. انا فاتح السند، خلينا نجيب سند جديد للتاني ده. لو انا عملت عملية حذف، نلاحظ ان هو قال لي هل انت متأكد من عملية الحذف؟ لو قلت له نو هيقول لي تم الغاء عملية الحذف والسند موجود زي ما هو. طب عملت حذف وعملت له يس، السند اتحذف، سند رقم 2 اتحذف. كده احنا خلصنا الحاجة الأولى اللي هي عملية الحذف. فيه كمان كود جديد اللي هو سجل جديد، ممكن نحطه هنا في الاخر، ممكن نحطه في الاعلى هنا. ممكن انا عاده كنت بضغط على زر التالي يعمل واحد جديد، بس خلينا احنا نقول ايه، عايزين نعمل كود جديد نسميه جديد مثلا. تمام، جديد ممكن يكون عن طريق كود بسيط جدا. على فكره ممكن الكود ان هو يشوف اخر رقم اللي هو مثلا هنا دي ماكس لها، يكتبه هنا ويعمل ريفرش. لكن خلينا نقول كود تاني خالص، دو سوميت جو تو ريكورد، ونحط علامتين هنا عندي لحالتين، فيرست يروح لاول واحد، بس طبعا ما يكونش فيه الاستعلام اللي احنا حاطينه اللي في الاول لانه مش هيجيب الجديد بس، ونيو ريكورد ولاست ونكست وبروف اللي هي السابق. تمام، خلينا نقول نيو ريكورد. تعال نجرب الكود ده. انا اخترت سند ورقم عميل مثلا 100، ضغطت جديد، نلاحظ ان هو قفل وجاب لي واحد جديد. ده بالنسبه لي الحاجه الاولى. عندنا بقى دلوقتي عايزين نشوف عمليه السند اللي هو سيدنا محمد البيع بوحدتين. تمام، خلينا نكمل. الحاجة التانية اللي هو موضوع ان يكون صف بوحدتين، ده من اول حاجة بندخل جدول الوحدات. تمام، جدول الاصناف. تمام، هنقول الوحدة الصورة، الوحدة الكبرى. البرنامج عادة هو بيتعامل بالوحدة الصغرى، افتراضي بيتعامل على الوحدة الصغرى، الوحدة الكبرى ده هيكون الاستثناء. تمام؟ من لازم نحدد له حاجة بيتعامل بيها الأول. الوحدة الكبرى والوحدة الصغرى، ومن هنا هنقول معدل التحويل اللي هي كام وحدة صغرى تكون وحدة كبرى. خلينا حتى أسيبه عملة، ربما يكون فيه أنصاص عشان الكيلوات وكده. تمام، الوحدة الصغرى والوحدة الكبرى، وهنا كده حتى كده أظن التركيبة هنا مظبوطة. تمام، بنروح في جدول حركة الصنف، وهنحط حقل هنسميه الوحدة. أوكي، وهنا هنقول الكمية المكتوبة، ناخد بالنا الكمية المكتوبة، الكمية المكتوبة ده هنخليه حقل من نوع عملة، ربما يكون فيها أنصاص. تمام، خلينا بعدها نروح على الفاتورة، فاتورة الشراء مثلا. أول حاجة الحاجات القديمة اللي في البرنامج كلها زي ما هي، مفيش حاجة منها هتتغير، بس كل الحكاية إن أنا هخلي البرنامج لما اكتب له الوحدة هنا، ادي حقل الوحدة، حقل الوحدة وراه حقل الكمية المكتوبة. تمام، بعدين هنا الوحدة الصغرى، الوحدة الكبرى، معدل التحويل. ناخد بالنا من شوية المسميات دول لان هما اللي عليهم كل اللعب. تمام، ننزلهم معانا هنا. في نموذج. تمام، الوحدة دي هتبقى قائمة منسدلة من حقلين. كبرى. صغرى.
هي كوبرا كده فيها حاجة غلط، حاسس إن فيها حاجة غلط. على العموم هي الوحدة الصغرى هي القيمة الافتراضية، الالتزام بالقيمة، السماح بعملية التحرير، لا السماح بالتوريث، لا. تمام، يبقى أنا لما هكتب الوحدة كبرى أو صغرى هو هيبدأ يتعامل على هذا الأساس. الكمية المكتوبة ده الكمية اللي هو هيكتب فيها فعليا، الكمية الوارد دي هتختفي، نعمل لها إخفاء. تمام، الوحدة الصغرى والوحدة الكبرى ومعدل التحويل. تمام، أول حاجة هنجيب كمان حقل، ناخده من هنا كوبي كده. هنحط فيه معادلة F بيساوي IIF لو إيه؟ لو حقل الوحدة ساوى صغرى يعمل الوحدة الصغرى، وإلا يعمل الوحدة الكبرى. نقفل القوس، نيجي نعدي بقى عليهم كده، نكتب هنا الوحدة الكبرى وهنا نقول لو الوحدة أو الحقل اللي هو اسم الوحدة ساوى، لو ساوى كلمة صغرى هيعمل الوحدة الصغرى وإلا يعمل الوحدة الكبرى. طيب تمام كده، ده اللي هيتكتب في المكان ده. هنقول ده الوحدة، الاتنين دول برضك هيكونوا مخفيين. تمام، يعني هناخد بالنا الاتنين دول هيكونوا مخفيين، هو بس هيجيب قيمة منهم هنا. الكمية المكتوبة هنا، الباقي عندنا معدل التحويل. تمام، بعد التحديث لو الوحدة IIF F لو الوحدة ساوى كذا يعني زين، else and if لو الوحدة ساوى الصغرى، لا ساوى صغرى من غير الالف واللام، ساوى صغرى يعمل ايه؟ الكمية وارد هتساوي الكمية المكتوبة في معدل التحويل. كمية وارد تساوي كذا في كذا. المعذرة مش الصورة، لو ساوت كبرى هيعمل المعادلة بالشكل ده. يبقى الكمية الوارد الكمية اللي أنا بكتبها في معدل التحويل عشان تبقى بالصغرى. طيب وإلا يعني إن كانت الوحدة، إن كنت أنا بكتب بالوحدة الصغرى هيبقى الكمية المكتوبة بتساوي الوحدة الصغرى، نفس الرقم هيتكتب في الاتنين. جميل، انا حاسس ان ممكن حد يكون تاني، فخلينا احنا خلاص كده تقريبا قربنا نخلص اللي احنا عاوزينه، بس خلينا برضك نكتب هنا نفس الكود اللي عملناه نحطه هنا في الكمية بعد التحديث بقى، نفس الكود بالظبط. قبل ما نعمل تعديلنا هنا
لازم نروح نعمل التحديث في جدول الأصناف، جدول الأصناف، نموذج الأصناف أصلا. خلينا حتى نحذف ده خالص دلوقتي، ولكن النسخة مش هنبقى نستعملها يعني، ديت للتخفيف بس. هنضيف الحقول اللي احنا أضفناها، الوحدة الصغرى والكبرى ومعدل التحويل، نضيفهم هنا. ونضيفهم هنا. خلينا نشوف بقى اللي احنا عملناه ده هيعمل ايه معانا في البرنامج. نفتح الخلفية عادي، نخش في سيد، نخش على الأصناف، الصورة اللي احنا مسحناها، يلا مش مشكلة نمسح الكود بتاعها بس. طيب تمام. نروح على أي صنف من الأصناف اللي معانا، وليكن صنف واحد ده. سعر الجملة، أي صورة الصنف، المعدل، أنا جبت حاجات غلط باين. خلينا كده نشوف. الوحدة الكبرى والصغرى ومعدل التحويل، أهم دول اللي احنا عايزينهم. في تركيز. نفتح كده. تمام. الوحدة الصغرى هنقول كيلو. الوحدة الكبرى هنقول طن. معدل التحويل هو 1000. تمام. ما بين الكيلو والطن معدل التحويل 1000. طيب. تعالى كده نروح نعمل فاتورة، فاتورة شراء. الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي ناخد بالنا منها. هذا واحدة واضح ان انا كتبت اسم غلط يعني من اولها يعني. الوحدة الكبرى، الوحدة الصغرى، الكمية المكتوبة، حقل الوحدة. اول حاجة ناخد حقل الوحدة معانا هنا. انا كتبت مثلا الصنف عطور اول واحد. تمام. الكمية الصغرى، الكمية دي ناخد بالنا ان احنا مش شايفينها، كأننا مش شايفينها خالص. الكمية القديمة دي كأننا مش شايفينها، هنحذفها بعدين. الكمية المكتوبة هي اللي هتتعامل معانا. هنا هنقول الكمية مثلا وليكن 10. تمام. 10 ضربها في، احنا شغالين بالصغرى، هنلاقيه كتب لنا هنا الكمية الواردة 10. دول هيبقوا مخفيين، ناخد بالنا دول هيبقوا مخفيين. طيب لو انا قلت له لا انا عايز الكمية الكبرى. تمام. تاخد بالك ان العشرة هنا زي ما هم. تمام. بس العشرة اللي اتكتبوا في الكمية وارد اللي هيظهروا معانا في الفواتير هي 1000. فانا هنا بكتب له 10 بس بالطن. طيب باقي كلمة طن هي اللي عايزها تظهر معانا الكلمة دي. بس واضح ان هي ما ظهرتش لان في حاجة في الكتابة غلط. فخلينا نروح كده اصلا. خلينا نروح على التصميم نشوف ايه المشكلة اللي عندنا في الفاتورة دي. فاتورة شراء. فين حقل الوحدة؟ اسمه فعلا الوحدة. لو الوحدة ساوى الكبرى هنا بالياء، مظبوط هي دي، بس ممكن تبقى هو ده اللي كان غلط. فاتورة شراء.
ناخد بالنا هنا الوحدة. الوحدة ودي هنا الكمية المكتوبة. تمام، نختار مورد، الصنف الفلاني، الكمية مثلا 50. طب خلينا قبل ما نكتب الكمية نشوف، خليها الكبرى، كمية 50. نلاحظ ان هو اول ما كتبت الكبرى راح جايب لي كلمة طن. تمام، هنا الكمية وارد 5000. تمام، فأنا هاخد الوارد دي في الآخر ومعدل التحويل وكلمة طن، يبقى المجموعة دي كلها كده هيتعمل لها إخفاء. إخفاء المستخدم النهائي للبرنامج مش هيشوفها، هيشوف بس شوية ده. إن هو بيختار الصنف، بيكتب الوحدة بتاعته، هي بتيجي معاها الواحد افتراضي 5. هنا راح هو كاتب 5 في السعر 11 55. طيب لو قلت له لا، الخمسة دي 5 طن، لاحظ الحاجات دي طن، وراح كاتب لي السعر بتاعها مظبوط. طيب بالشكل ده هو بيدرب كل حاجة معايا. تمام، مفيش أي مشكلة. كل الحكاية إن أنا بدل ما كنت بكتب له في حقل الكمية على طول، لا هو عاد بيكتب له في حقل وهو بينقل في حقل تاني. تمام، الحقل اللي بتسجل عليه واللي عليه الشغل واللي ظاهر معايا في كارت الصنف واللي ظاهر معايا في كل مكان هو الحقل الكميه وارد، وبرضه الكميه منصرف، لكن الحقل بتاع الكميه المكتوبه ده حقل وهمي. كل الحاجات انا بستخدمه في عمليات الضرب. انا عارف الموضوع معقد عشان كده انا عملته في جزء لوحده، واتمنى ان الاثنين دول يعني نبقى بنحاذر واحنا بنعملهم، سواء زر الحسب سواء استخدام كميتين، لانه بيلخبط جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.